الأشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. محمود طاهر يتوجه إلى تونس الجمعة لرئاسة بعثة الأهلي. البدري يدرس تغيير التشكيل قبل مواجهة النجم الساحلي. وتأجيل انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب 24 ساعة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يغادر المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي القاهرة متجها إلى تونس صباح الجمعة المقبل من أجل رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة النجم الساحلي التونسي. وكان المهندس محمود طاهر قد عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة الترجي التونسي بإياب دور الثمانية من البطولة لإنهاء بعض الملفات الخاصة داخل النادي، على أن يعود إلى تونس مرة أخرى لرئاسة بعثة الفريق قبل مباراته المهمة أمام النجم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل. تلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصالا هاتفيا من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على أحوال الفريق وكافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة غدا الخميس إلى مدينة سوسة. وقال سيد عبد الحفيظ أنه طمأن رئيس النادي على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق، وأخبره بأن الجهاز الفني فضل السفر إلى سوسة صباح غد الخميس عقب المران الصباحي ليعتاد اللاعبون على أجواء الإقامة والتدريب هناك وحتى يدخل الجميع في أجواء المباراة مبكرا. وأوضح مدير الكرة أن كل الأمور التنظيمية الخاصة بالإقامة والتدريب والانتقالات مرتبة في سوسة لاستقبال بعثة الأهلي بعد حجز الفنادق وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وغيرها من الإجراءات التنظيمية للمعسكر. وصل سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي وياسر أيوب مدير قطاع الأعلام بالنادي إلى تونس عصر اليوم للانضمام لبعثة فريق الكرة المتواجدة حاليا هناك. وكان عدلي قد عاد إلى القاهرة عقب مواجهة الترجي التونسي بإياب دور الثمانية من البطولة لشراء بعض المستلزمات الطبية وبعض الأمور التي تريدها بعثة الفريق في تونس، ثم سافر صباح اليوم. وأكد عدلي أنه حصل على الموافقات الخاصة بمد فترة سفر لاعبي الأهلي المجندين خاصة بعد قرار الأهلي البقاء في تونس. أشاد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للأهلي بالمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، وأكد أنه له إيجابيات كثيرة في الملعب. وقال البدري أنه مقتنع بإمكانيات أزارو، وطالما هناك جدل حوله فهذا يعني أن هناك إيجابيات وسلبيات، ولكن الجهاز الفني يرى الإيجابيات أكثر، فهو دائما متواجد في المكان المناسب وكان سببا أساسيا في هدفي الأهلي بمرمى الترجي في ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وأوضح البدري أنه يضع في اعتباره الحالة النفسية للاعب بعد استبعاده من منتخب المغرب، وسوف يعمل على هذا الأمر في الفترة المقبلة. أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه ينوي تغيير التشكيل في مباراة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل. وقال البدري أنه يحترم رأي الجماهير ورغبتهم في مشاركة كافة اللاعبين، مؤكدا أنه لديه حسابات معينة في التغييرات والتشكيل الأساسي حسب ظروف كل مباراة ومجرياتها. وأشار المدير الفني إلى أنه شاهد أكثر من مباراة لفريق النجم الساحلي سواء على ملعبهم أو خارج ملعبهم، وأنه يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة على أرضهم في ظل الحماس الشديد للجماهير على هذا الملعب. أشاد التشيكي فرانس شراكا المدير الفني لنادي سموحة بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وذلك بعد نجاحه في التأهل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي. وقال شراكا أنه شهد مباراة رائعة وقوية هجوميا ودفاعيا من الأهلي أمام الترجي في ملعب رادس، مؤكدا أن الأهلي لعب مباراة أوروبية في لقاء العودة رغم تعادله في الذهاب على ملعبه بهدفين لكل فريق. وأضاف مدرب سموحة أن الأهلي في طريقه إلى تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وعليه أن يكمل البطولة بكل قوة كما ظهر في لقاء العودة أمام الترجي. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويخوض الأهلي ميرانه اليوم في 6 بتوقيت تونس، 7 بتوقيت مصر على ملعب الجامعة. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي غدا العاصمة تونس إلى مدينة سوسة والتي ستستضيف اللقاء. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين اليوم الأربعاء في فندق الإقامة عقب تناول وجبة العشاء. ويشرح البدري للاعبين في المحاضرة كيفية استغلال المساحات في دفاع النجم الساحلي خلال المباراة المقبلة، بالإضافة إلى التعرف على تحركات لاعبي الفريق التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب وتسهيل المهمة في مباراة العودة بملعب برج العرب. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مواجهة النجم الساحلي الأحد المقبل ستكون مختلفة كليا عن مواجهة الترجي. وقال مدير الكرة أن النجم الساحلي فريق منظف ويجيد اللعب الجماعي ويؤدي بشكل جيد ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات في مختلف خطوط الملعب. وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي يعي تماما أهمية المرحلة الحالية وأن المسؤولية قد تضاعفت خاصة بعد مباراة رادس، وأصبح الفريق مطالب بتقديم نفس الأداء والذي قدمه أمام الترجي
وتحقيق نتيجة إيجابية مع النجم قبل مواجهته في مباراة العودة يوم 22 أكتوبر الحالي. التونسي علي معلول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة النجم الساحلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لا تقل قوة أو أهمية عن مباراة الترجي نظرا لتقارب مستوى الفريقين. وأضاف معلول أن الفريق لا يفكر في شيء سوى في مباراة النجم الساحلي، خاصة أنه من الفرق التي تؤدي بقوة ولديها جمهور متحمس وتمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرات خاصة في المواجهات الأفريقية. ووعد معلول جمهور الأهلي بمواصلة الأداء الجيد والذي قدمه في مباراة الترجي وتمكن خلالها من صنع هدف وإحراز آخر. المزيد من التفاصيل حول كواليس بعثة الفريق الأول في تونس متابعة رسالة أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد هنا للنادي الأهلي في تونس في إطار الاستعداد لمباراة النجم الساحلي وبالتحديد في ذهاب دور نصف النهائي من هذه البطولة. أكيد استعدادات قوية جدا من قبل النادي الأهلي عشان إن شاء الله يقدروا إنهم يأدوا أداء جيد خلال هذه المباراة، وإن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية عشان تدي أريحية بشكل كبير للاعبي النادي الأهلي في مباراة العودة في الإسكندرية. لكن خليني سريعا أقول لكم البرنامج الخاص بفريق النادي الأهلي اليوم. النهارده هيكون في الفطار خاص باللعيبة، أيضا هيكون في ميعاد الغداء، هيكون ان شاء الله في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس، 7 مساء بتوقيت القاهرة. هيكون مران النادي الاهلي اليوم، واللي من المنتظر طبعا مشاركة جميع اللاعبين بعد تعافي سعد سمير بشكل تام، وايضا جاهزية وليد سليمان وليد ازارو. ان شاء الله 25 لاعب من النادي الاهلي جاهزين وهم المتواجدين هنا في قائمة النادي الاهلي في تونس، وهيواصل النادي الاهلي استعداده ان شاء الله لهذه المباراة. قبل المران هيكون في طبعا وجبة العشاء، وبعدها ان شاء الله هيكون في محاضره اخرى من كابتن حسام البدري، من خلالها هيشرح طبعا نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق النجم الساحلي. لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله تكون خطوه مهمه وجديده للنادي الاهلي نحو عوده هذه البطوله.
وقبل العودة للأخبار من جديد، أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق أن موقف النادي الأهلي سليم وقانوني بإقامة جمعيته العمومية على يومين في مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر. وأضاف زين أنه لا يوجد نص قانوني يمنع إقامة عمومية الأهلي على يومين، مشيرا إلى أن موقف اللجنة الأولمبية المصرية برفض لائحة الأهلي الجديدة يعد تعنتا ضد جمعية عمومية أقيمت بشكل قانوني. وشدد رئيس اللجنة الأولمبية السابق على أن الإجراءات التي قام بها النادي الأهلي سليمة وقانونية، ومن حقه وضع لائحته الخاصة. حارس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكامل زاهر وعماد وحيد ومهند مجدي ومروان هشام ومحمد جمال هليل أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في عزاء زوجة مصطفى عبده نجم الأهلي السابق. وأقيم العزاء مساء أمس الثلاثاء في جامع الرحمن الرحيم عقب صلاة العشاء، وحضره العديد من نجوم الرياضة والإعلام والشخصيات العامة في مصر. وإلى أخبار المنتخب الوطني، حيث وافق الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على تأجيل انضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر المنتخب 24 ساعة لينتظموا في المعسكر يوم 3 أكتوبر بدلا من يوم 2 من نفس الشهر. ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 1 أكتوبر في تونس بذهاب قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وتعود البعثة اليوم التالي للقاهرة. وفضل كوبر منح اللاعبين فرصة لزيارة أسرهم قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة. وضم كوبر 7 لاعبين من الأهلي وهم شريف إكرامي، أحمد فتحي، عبد الله السعيد، رامي ربيعة، سعد سمير، وحسام عاشور، وصالح جمعة. أعلن الفرنسي سيباستيان مايني المدير الفني للمنتخب الكونغولي قائمة تضم 31 لاعبا استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني في 8 أكتوبر المقبل ضمن الجولة 5 من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. وشهدت القائمة غياب أبرز لاعبي المنتخب الكونغولي فابريس أونداما لاعب الأفريقي التونسي عقب تعرضه لإصابة بقطع بأربطة الركبة. ويتصدر منتخب مصر المجموعة 5 برصيد 9 نقاط، ثم أوغندا 7 نقاط، تليها غانا 5 نقاط، والكونغو في ذيل المجموعة بنقطة واحدة. الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. متابعة الألعاب الأخرى والبداية من الاسكواش، حيث تأهل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على الأمريكي فاراز خان ب3 أشواط نظيفة. ويواجه كريم عبد الجواد مواطنه طارق مؤمن في الدور ربع النهائي صباح اليوم الجمعة،
كما تأهلت سلمى هاني لاعبة منتخب الاسكواش إلى الدور ربع النهائي في منافسات السيدات للبطولة بعد تغلبها على الكندية نيكولا تود بثلاثة أشواط. ومن المقرر أن توجه سلمى هاني في ربع النهائي الإنجليزية لورا ماسار. نجح دينا احمد فريد لاعبه نادي الاهلي في حصد لقب بطوله طنطا المفتوحه للاسكواش التي اختتمت منافساتها مساء امس. وتغلب دينا فريد على زميلتها ندى ايهاب حافظ لاعبه الاهلي في المباراه النهائيه، كما حصلت زميلتهم في النادي ملك العصامي على المركز الثالث. وكان الاهلي قد حصد لقب الناشئين تحت 17 و19 عام عن طريق مصطفى عسل. يواصل أحمد جمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أداء المرحلة الثانية من التأهيل بعد إصابته في الظهر مؤخرا. ووضع الجهاز الطبي لفريق السلة برنامجا مكثفا للاعب من أجل سرعة إتمام شفائه أملا في اللحاق ببداية الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب يعد من العناصر الأساسية للفريق والذي يعتمد عليهم طارق خيري المدير الفني. استقر البرازيلي ماركوس ميراندا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة على ضم 17 لاعب للمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر بالبرتغال. ويأتي معسكر المنتخب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر القادم. وضمت القائمة كل من عبد الله عبد السلام، أحمد صابر، حسام يوسف، أحمد صلاح، أحمد قطب، عبد الحليم فهيم عبو ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي، ممدوح عبد المنعم، أحمد سعيد، مصطفى محمد دبشة، مروان عاطف، أحمد حمادة، أحمد جلال، أحمد ضياء، أحمد عبد العال برينكا ومحمد رضا. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية، والبداية من إنجلترا، حيث يستضيف ملعب واندا ميتروبولو بالعاصمة الأسبانية مدريد مباراة أتلتيكو مدريد الأسباني وتشيلسي الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام 9:45 مساء بتوقيت القاهرة. ويسعى تشيلسي لإلحاق الخسارة الأولى بأتلتيكو مدريد في ملعبه الجديد والثائر من الخسارة التي ألحقها به أتلتيكو في نصف نهائي 2014، وكذلك الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز في الجولة الأولى على أقدام الأذربيجاني في مباراة أخرى يستضيف باريس سان جيرمان فريق بايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات المجموعة الثانية، حيث سيقود الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريقه الألماني ضد النادي والذي أشرف على تدريبه بين عامي 2011 و2012.
أكد ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق أن هاري كين مهاجم توتنهام أصبح واحدا من أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي. وقال فرديناند في تصريحات أعقبت فوز توتنهام على أبايل في دوري أبطال أوروبا أن كين أصبح في مستوى يؤهله للمنافسة على لقب الأفضل في العالم رفقة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وسجل كين ثلاثية لتوتنهام في شباك أبايل القبرصي ضمن مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا بعد جاريث بيل في عام 2010. أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أنه يركز فقط على المباريات التي يخوضها مع الفريق خلال الموسم على المستوى الأوروبي أو على مستوى الدوري الأسباني دون الالتفات إلى أحاديث بقائه أو رحيله عن النادي الملكي. وقال رونالدو أن بقائه في ريال مدريد مرهون بقرار رئيس النادي فلورنتينو بيراز وأنه لن يتحدث في الأمر. وكانت تقارير صحفية أسبانية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل من النادي الملكي وذلك بعد أزمته الأخيرة مع الذراع. شهدت مباراة بيشتاش التركي وليبزيغ الألماني حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أنصار النادي التركي في ملعب فودافون بارك حيث حضر 43 ألف متفرج. وقالت تقارير صحفية ألمانية أن تيمو فيرنر مهاجم ليبزيغ الألماني طلب الخروج من المباراة بعد 32 دقيقة حيث قالت التقارير أن اللاعب أصيب بدوار وعدم قدرة على التركيز بسبب الضوضاء التي سببتها أهازيج وتشجيع جماهير بيشكتاش. وأضافت التقارير أن فيرنر وضع القطن في أذنيه من أجل التركيز في المباراة وعدم الالتفات لضوضاء جماهير بيشكتاش والتي احتفلت بفوز فريقها بهدفين مقابل لا شيء. عبر فرانك لامبرد لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح لاعب ليفربول منذ انضمامه إلى النادي بداية هذا الموسم. وقال لامبرد في تصريحات لصحيفة مترو البريطانية أن صلاح اكتسب خبرة كبيرة بعد اللعب في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما وأنه عاد إلى الدوري الإنجليزي لاعبا آخر غير ما كان عليه في صفوف تشيلسي قبل 3 أعوام. وأضاف لامبرد أن صلاح سجل 6 أهداف في 9 مباريات شارك بها وأن ذلك يدل على أنه لاعب من طراز أكثر من رائع وينتظر منه الكثير خلال الموسم الحالي. أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب الإيطالي أنطونيو كاندريفا لاعب إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضح تقرير نشره موقع كالاتشيو ميركاتو الإيطالي أن كونتي مقتنع تماما بقدرة تشيلسي على ضم كاندريفا ويجهز حاليا لصفقة. يذكر أن عقد اللاعب مع إنتر ميلان يمتد حتى صيف 2020.
يسعى مسؤول نادي تشيلسي الإنجليزي إلى التوصل إلى اتفاق مع لاعب الفريق إيدن هازارد من أجل تجديد عقده من جديد. ونشرت صحيفة صن البريطانية تقريرا اليوم أوضحت فيه رغبة تشيلسي في بقاء هازارد مع الفريق لفترة أطول. وأضاف التقرير أن تشيلسي سيدفع راتب لهازارد يقدر ب 300,000 جنيه استرليني ليصبح بذلك صاحب الراتب الأعلى في الكرة الإنجليزية. وانضم هازارد إلى تشيلسي قادما من لال في صيف 2012 بمبلغ 35 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020. يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيفن جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد الأسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت صحيفة ميرر الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم أن إيفرتون يسعى بجدية للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، حيث يسعى أتلتيكو مدريد لبيع كيفن خاصة بعد عودة الأسباني دييغو كوستا إلى الفريق. لعب جاميرو مع أتلتيكو مدريد في 48 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 16 هدف وصنع 7 آخرين. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من بوابة الأهرام. رئيس اللجنة الأولمبية السابق موقف الأهلي سليم وقانوني بإقامة جمعيته العمومية على يومين. ومن الجمهورية النجم دليل الأهلي لنهائي أفريقيا. من المساء الأهلي في سوسة حماس وإصرار وتدريبات نار. ومن الوفد البدري يطالب بنسيان الترجي. من المصري اليوم البدري يفاضل بين سعد ونجيب للعب بجوار ربيعة أمام النيل. ومن الوطن الأهلي يتسلح للنجم بطريقة لعب جديدة وخطة للقضاء على خطورة الرباعي المرعب. من البوابة نيوز الأهلي يحصل على موافقة الأمانة العامة لبقاء المجندين في تونس. ومن فيتو غدا بعثة الأهلي إلى سوسة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي. في الجول البدري من الوارد إجراء تعديلات على التشكيل قبل مواجهة النجم. ومن دوت مصر محمود طاهر يسافر إلى تونس الجمعة لرئاسة بعثة الأهلي. ومن يورو سبورت عربي الأهلي يواصل تدريباته في تونس استعدادا لإسقاط النجم. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 27 سبتمبر من عام 2002 الأهلي يفوز على المنصورة بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. أحرز أهداف الأهلي كل من أحمد بلال هدفين والأنجولي جيلبرتو هدف. زي النهاردة أيضا في 27 سبتمبر من عام 2007 الأهلي يفوز على الترسانة بهدف نظيف في الأسبوع السادس من الدوري العام موسم 2007-2008، سجل هدف المباراة محمد أبو تريكة في الدقيقة 24.
وزي النهارده في 27 سبتمبر من عام 2010 الاهلي يفوز على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الاسبوع السابع من الدوري الممتاز موسم 2010-2011. أقيمت المباراة على استاد السلام وسجل أهداف الأهلي محمد فضل في الدقيقة 59 ومحمد أبو تريكة في الدقيقة 85. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.